طلع من معرضه بشاحنات بناقلات 26 سيارة وداهن إلى إحدى مناطق غرب بغداد. السيد المشهداني يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن عدد الأوراق الباطلة التي تم احتسابها كأوراق صحيحة، ما تعقيبك؟ يعني بداية مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم الكريم. حقيقة هذه سابقة خطيرة، خطيرة جدا، هذه يعني تهدد النظام السياسي وتهدد العملية الديمقراطية، وهذا يعتبر تحريف حقيقة. ما جرى هو تحريف، يعني أنا أستغرب من وجود هذا العدد من النواب. طبعا بالمناسبة أكو معلومات تقول أن هم 15، وما تحدث به النائب مصطفى سند 26، ولكن الحقيقة هم أكثر، أكثر من هذا العدد، أكثر من 26. 26 نائب يعلمون أن عملية شطب الاسم هي تعتبر ورقة باطلة، ومع ذلك قاموا بهذه العملية كنوع من أنواع التمثيل، كنوع من أنواع حرق الأوراق. وهذه يعني هنا المحكمة الاتحادية يجب أن تتدخل بقوة، لأن هذا أرجع أقول هذا التحريف قد تصل عقوبته إلى إلغاء العضوية. وهنا إحنا يجب أن نناشد السيد رئيس المحكمة الاتحادية بضرورة التحقيق بهذا الأمر، وأن يعني يتم محاسبة المقصرين ويتم محاسبة هؤلاء النواب وإن كان عددهم يفوق 26 نائب. وأربط حادثة ثانية عزيزتي، هذه الحادثة قبل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بيومين، يعني يوم الخميس ما قبل جلسة الانتخاب، أحد المعارض، معارض السيارات، وهو وكيل عالمي، طلع من معرضه بشاحنات بناقلات 26 سيارة وداهن إلى إحدى مناطق غرب بغداد، وتم استلامها وتسليمها للتأثير على بعض النواب. طبعا الرقم تطابق، هذه ما أعرف إذا كانت صدفة أو إذا كانت مقصودة، ولكن هذا الشيء أكيد جدا، متأكد من هذه المعلومة جدا. بالتالي مثل هذه السلوكيات، هذه تضر بالسلطة التشريعية، تضر بسمعتها، تضر حتى بتواجد الشرفاء في السلطة التشريعية، وتضر بمصلحة النظام السياسي. اليوم هذا اللي صار هو حقيقة غير معادلة سياسية. يعني أنا اليوم من أكو 26 نائب مصوت للسيد سالم العيساوي وشاطب اسم دكتور محمود المشهداني، هذه الأوراق هي قانونيا باطلة، فإذا باطلة احنا نشيل من 158 صوت اللي حصل عليها السيد العيساوي، نشيل 26 يطلع 132، بمعنى أن السيد المشهداني هو الأعلى الأصوات في هذه الجولة. حقيقة حقيقة مدى نفهم شنو هذا التصرف، مدى نفهم ليش صار السكوت عن هذا التصرف من الجلسة